نيكولا باستون، يعني عندها الولايات المتحدة حذرت في وقت سابق من الإقدام على خطوة الذهاب بأي صواريخ إلى عمق الأراضي الروسية، وإن كل ما تتلقاه أوكرانيا من تسليح يجب أن يبقى منحصرا داخل الأراضي الأوكرانية. باتريوت، هذه ربما لم يكن مرحب بها كما كان يشير دكتور عمار. لماذا الإلحاح الأوكراني في طلب هذه المنظومة على وجه الخصوص؟ أولا لأن المنظومات التي تستخدمها أوكرانيا الآن غير قادرة على اعتراض وإسقاط الصواريخ الباليستية، والآن نعرف أن روسيا أبرمت مع إيران اتفاقا بشأن تسليم الصواريخ الإيرانية الباليستية، وبالتالي طبعا أوكرانيا تفكر في وسائل للدفاع عن الرابعة من هذا التهديد الجديد. و كما أيضا ذكر ضيفكم من موسكو أن تسليم منظومات باتريوت يعني انخراط أمريكا مباشرة، إذ أن الجنود الأوكرانيين غير مدربين لاستخدام هذه المنظومات، وهذا يعني إرسال الجنود الأمريكيين أيضا. كانت هناك تصريحات واضحة من الجانب الأمريكي أن أولا سيتم تدريب الجنود الأوكرانيين في أراضي ألمانيا أغلب الظن لاستخدام هذه المنظومات أولا، وثانيا تبين أن الجنود الأوكرانيين يتدربون بسرعة كبيرة، بسرعة أكثر مما يفعل الجنديون الغربيون، وبالتالي من الممكن أن يتدربوا في فترة زمنية قصيرة، وبعد قليل ستدخل هذه المنظومات الخدمة في أراضي الأوكرانية. نعم، دائما تصر أمريكا على أن لا يجوز استخدام الأسلحة الأمريكية لضرب الأهداف على أراضي روسية، وكما قلت سابقا كما ذكرت هذه المنظومة هي دفاعية وتستخدم لإسقاط واعتراض الصواريخ التي تطير نحو الأهداف في الأراضي الأوكرانية، وبالتالي لا يتم يعني اختراق هذا الشرط.